بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد آله الطاهرين. موضوع الحسين عليه السلام موضوع كبير، استطاع هذا الموضوع أن يحرك الملايين من الناس في مختلف أقطار العالم. هنالك الكثيرون ممن لا يؤمنون بالله، ممن لا يؤمنون بالرسول، ممن لا يعترفون بالإمام أمير المؤمنين أو بفاطمة الزهراء أو بالإمام الحسن عليهم السلام. نجدهم يعترفون بالإمام الحسين اعترافا عظيما. كلكم تسمعون أن الطوائف المختلفة الموجودة في الهند البالغ عددها 400 طائفة، لأن الطوائف الهندية يبلغ عددها 400 طائفة. بعضهم يعبدون المرأة، بعضهم يعبدون نهر السنك، بعضهم يعبدون الحية، بعضهم يعبدون النار، بعضهم يعبدون البقر، بعضهم يعبدون الحجر، بعضهم يعبدون أشياء قبيحة. كل هؤلاء يؤسسون الحسينيات باسم الإمام الحسين، ينصبون في كل حسينية منبر، وينصبون فوق المنبر راية سوداء باسم الإمام الحسين، وينظرون النظور لحوائجهم للمنبر، لأنهم بعيدون عن مرقد الإمام الحسين، فيقدمون النذور لمنبر الحسين أو لراية الحسين. يأتون إلى منبر الحسين عليه السلام فيطلبون منه حوائجهم، أو يأتون إلى راية الإمام الحسين، الراية التي نصبوها باسم الإمام الحسين، يأتون إليها فيطلبون حوائجهم. فإذا قضيت تلك الحوائج يقدمون تلك النذور باسم منبر الإمام الحسين أو باسم راية الإمام الحسين. لا نريد أن نناقش، فإنما نريد العرض الموضوعي فقط. لعلكم تعلمون أنه في كثير من بلاد إفريقيا، من بلاد الهند، من البلاد التي لا يؤمن فيها الناس بالإسلام مطلقا، في ليلة عاشوراء يحفرون حفيرة يملؤونها بالنار بأطنان من الحطب، يشعلون النار فيها حتى إذا أصبحت جمرات يدخلون فيها ويمشون على هذه الجمرات وهم يهتفون يا حسين يا حسين دون أثروا بشيء. نحن لا نريد أن نذكر الموضوع لنناقشه موضوعيا. تعلمون أنه في كثير من البلاد وحتى في الاتحاد السوفيتي حسب علمي حتى العام الماضي في يوم عاشوراء يضربون رؤوسهم بالسيف ويخرجون في مواقف. حتى العام الماضي في ليلة عاشوراء في الاتحاد السوفيتي كانت مواقف التطهير موجودة. لا نريد أن نناقش الموضوع من الناحية الموضوعية، هل هذا صحيح أو غير صحيح، لا يهمنا الآن ذلك. إنما يهمنا أن الحسين عليه السلام استطاع أن يحرك الناس سواء من المسلمين أو من غير المسلمين تحريكا هائلا. الرجل الذي يمشي على النار باسم الحسين أو يقدم النذور لمتر من القماش الذي نصبه هو راية باسم الإمام الحسين، أو الذي يضرب رأسه بالسيف وهو شيوعي لا يؤمن بالله لسبب أو لآخر، معنى ذلك كله سواء أكان ذلك حقا أو باطلا، معنى ذلك كله أن الحسين استطاع أن يحرك الناس في اتجاهه تحريكا لا أقوى ولا أجرأ من هذا التحريك، تحريك بهذا الشكل وعلى مختلف الصعد. هذا الحسين الذي استطاع أن يعمل مثل هذا العمل لم يكن هذا العمل منه شيئا عفويا،
يقولون الصدفة مستحيلة علميا، هذه الأشياء لا توجد صدفة، وإنما هذه الأشياء وجدت كنتيجة لعامل قوي استطاع الإمام الحسين أن يحكمه تحكيما متقنا. أنتم تعلمون أن البرتقالة الواحدة لا يمكن أن تتكون إلا بنتيجة مئات العوامل المتلائمة والعناصر المتلائمة حتى تتكون برتقالة واحدة. فهل من الممكن أن يكون تحريك هذه الجماهير التي لا يربطها أي رابط مادي بالحسين عليه السلام، لا يوجد أي ارتباط مادي بينهم وبين الحسين، ولكنهم يتحركون حركات قد تبدو في بعض الأحيان مجنونة؟ بالفعل في مناسبة يوم عاشوراء في بعض بلاد الهند يقول أحد الخطباء من إخواننا: إنني دعيت إلى بيت لقراءة 10 أيام بذكرى الإمام الحسين، فلما دخلت في البيت وجدت صحن الدار، وكان صحنا واسعا مفروشا بالسجاد، وكان الصحن يسع 3000 إنسان تقريبا، ووجدت الشاي مرتب بمقدار 3000 إنسان. على الموعد عندما حضرت وعندي مواعيد أخرى لم أجد أحدا في الدار إلا صاحب الدار. قلت له: أين المستمعون؟ قال: الذي أرجوه منك أن لا تسأل عن المستمعين، اصعد المنبر واقرأ حسب الساعة، فأنا موجود وأكفيك أنا. قرأت في اليوم الثاني لم أجد مستمع، فسأل، كرر علي نفس الرجاء: أرجوك أن لا تسأل عن المستمعين. طيب أنا أقرأ للمستمعين للإفادة أكثر مما أقرأ للأجر الذي أخذه منك في نهاية العشرة. قال: أرجوك أن لا تطرح هذا الموضوع إلا في اليوم الأخير. حتى يوم عاشوراء لم يكن في المنزل غير صاحب البيت. بعد أن قرأت يوم عاشوراء سألت من صاحب الدار: ما هذا السر وما هذا اللغز؟ لماذا لم يحضر أحد من المستمعين في مجلسك والمجالس مفتضة؟ ثم ما هذا الشاي الكثير الذي أجده كل يوم شاي جديد وما في حدث؟ قال: أنا لست بمسلم وأنني من عبدة النار، لذلك المسلمون لا يأتون إلى منزلي، ولكن حسابي مع الحسين مستمر. أنا أهيئ البيت بمقدار من يسع البيت، وأهيئ الشاي بمقدار ما لو حضر المستمعون حتى يملأوا صحن هذا الدار، وحسابي مع الحسين جاري، الحسين لم يقطع طريقه عني، فلذلك أنا لا أقطع هذا المجلس. وخشيت أن أقول لك في أول يوم أنا من عبدة النار، خشيت إذا قلت لك أن لا تحضر في اليوم الثاني. إذن الحسين عندما حرك الناس بمثل هذا الشكل، هذا شكل غريب جدا، هذا التحريك لم يكن عفويا، إنما هنالك حساب وارتباط. الآن لو نحن جئنا إلى أنفسنا، وأنا واحد من الأفراد ولست أريد أن أدعي التمييز، عندما نقرأ تاريخ الأئمة الطاهرين، هؤلاء الأئمة الذين كانت لهم من القوة بمقدار ما استطاعوا أن يعملوا مثل هذا العمل، عندما نقرأ تاريخ الأئمة لا نشعر بشيء من الفخر والاعتزاز. حقيقة غالبنا عندما يقرأ تاريخ الأئمة لا يشعر بالفخر والاعتزاز، يبدأ بالإمام أمير المؤمنين فيجد عليه نقاط الضعف، يبدأ بالإمام الحسن فيجد عليه نقاط الضعف، يأتي إلى الإمام الحسين، هكذا علامات الاستفهام، يرتب لماذا عمل هكذا ولماذا لم يعمل هكذا، لماذا فعل هكذا ولماذا لم يفعل هكذا. ولذلك لا نملك الجرأة الكافية لنجهر بالأئمة الطاهرين عليهم السلام أمام غيرنا. هذا مما يدل على أننا لم نستوعب الأئمة كما هم، إنما قرأناهم قراءة غير مركزة، فلذلك نجد عليهم علامات الاستفهام، ولذلك لا نستطيع أن نجهر بهم بكل فخر واعتزاز. بينما الحقيقة الذي أعتقده أنا أن الأئمة الطاهرين هم
خيارة البشرية جمعاء منذ خلق الله الناس منذ أيام آدم وإلى يوم القيامة، بمعنى أن أي واحد من الأئمة الاثني عشر لو قارناه بأي عظيم في التاريخ من أي ناحية من النواحي لوجدنا أن الإمام أفضل من ذلك العظيم، لا مقارنة بين أي عظيم وبين الإمام، الفاصل بينهما فاصل كبير. الأئمة الطاهرون عليهم السلام، وأقول علميا ولا أقول عقائديا أو عاطفيا، لا لأنني شيعي أقول ذلك ولا لأنني منساق معهم عاطفيا أقول ذلك، عندما ندرس الأئمة الطاهرين نجدهم فوق الفوق، فوق كل التصورات والاحتمالات. الإمام زين العابدين له كتاب صغير يسمى بالصحيفة السجادية، هذا مجموعة من الأدعية وليس شيئا أكثر من الأدعية في تصور الأكثرين، ولكن عندما نقرأ هذه الأدعية تفاجئنا كلمات أو تباغتنا كلمات نجدها أعلى من كل التوقعات. جديدا اكتشفوا أن للنور لازم، هذا النور الذي يملأ الآن هذه الغرفة، علموا أن له وزن معين. هذا مما اكتشف جديدا، لأنهم اكتشفوا أن الهواء له وزن، اكتشفوا كذا، ثم أخيرا اكتشفوا أن للنور وزن. لكننا عندما نقرأ الصحيفة السجادية يقول الإمام زين العابدين في دعائه وكأنه أمر واضح ومعروف وثابت ومسلم: يا من يعلم وزن النور، يخاطب الله بمثل هذا الدعاء، يا من يعلم وزن النور، يا من خلق السماوات بغير عمد، وكذا يا من يعلم وزن النور. أليس هذا يدل على أن الإمام زين العابدين كان قد سبق كل المكتشفات الحديثة وعرف منذ 14 قرنا أن للنور لازم، ثم هذا كان من المسلمات عنده، فجاء به في ضمن الدعاء كشيء بسيط معروف وواضح: يا من يعلم وزن النور. أو عندما نقرأ أن الإمام أمير المؤمنين كان يمشي في بعض سكك الكوفة فمر بشلال يهدر، شلال ماء من زاب ينحدر منه الماء، فالتفت الإمام إلى بعض من معه قائلا: لو شئت لاستخرجت من هذا الشلال نورا يستضيء منه أهل العالم. أوليس هذا يدل على أن الإمام أمير المؤمنين لم يكن بشرا عاديا من صحابة رسول الله فحسب؟ لا، إنما كان من نوع آخر، فلذلك كانت الكهرباء بالنسبة إليه شيئا بسيطا جدا، وهو يخاطب بعض الصحابة الذين لا يفهمون، ويا ريت كانوا يفهمون، لأنهم ما قالوا له: طيب يا أمير المؤمنين استخرج لنا هذا النور، وكأنهم لم يكونوا يصدقون: لو شئت لاستخرجت من هذا الشلال نورا يستضيء منه أهل العالم. أو عندما يقف الإمام على منبر الكوفة فيقول: سلوني قبل أن تفقدوني، إلى آخره، سلوني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأرض. كيف أنني أعلم طرق الأرض؟ أنا معرفتي بطرق السماوات أكثر من طرق الأرض. وإذا بسادس الإسلام، أو بالحقيقة سادس الأصنام، سعد بن أبي وقاص والد عمر بن سعد، يقف أمام أمير المؤمنين مستهزئا. لو افترضنا أن الإمام لم يكن يعرف أنه ادعى باطلا، كان من الأفضل أن يأتي إليه إنسان ويقول: طيب يا أمير المؤمنين علمنا. لكن لم يكن في مسجد الكوفة رجل واحد يتحمل أن يكون الإمام يعلم ذلك، فلذلك قابل الإمام بالاستهزاء. وقف سعد بن أبي وقاص والد عمر بن سعد قائلا: يا علي، إن كنت تعلم ذلك فقل كم شعر في لحيتي. فأجابه الإمام بمقتضاه، قال: إن لك بكل شعرة في رأسك ووجهك شيطانا يلعنك، وإن في بيتك سخلا يقتل ولدي الحسين، يقصد عمر بن سعد. هكذا الأئمة الطاهرون عليهم السلام كانوا.
لكن عندما نأتي إلى تصرفاتهم نجد أن الإمام أمير المؤمنين وقف ولم يحرك ساكنا عندما صودرت الخلافة منه إلى غيره، فنقول لماذا سكت علي بن أبي طالب إن كان الحق معه؟ ثم نجده نفس الإمام نجده يثور ضد معاوية ولا ينتصر على معاوية، أي لا يستطيع القضاء على معاوية. ثم نجد الحسن يجلس أمام معاوية ويصالح معاوية، ثم نجد الحسين يثور على يزيد ويقتل ولا يكتسب أي مكسب مادي. إذن لماذا؟ ما هذه التصرفات؟ لماذا تصرفوا بهذا الشكل؟ الرسول نهض، الإمام علي جلس ثم نهض، الحسن جلس، الحسين نهض، سائر الأئمة الطاهرين جلس. طيب، ما هذه السياسة أو ما هو الخط الذي كانوا يسيرون عليه؟ إنسان يستطيع أن يخبر بالمستقبل ليس له خط يسير عليه، خط معقول يسير عليه، لا يمكن أن يكون ذلك. الإمام أمير المؤمنين يقف على المنبر ويخبر بالغيب كما يخبر بالشهود، ثم نجده يتصرف تصرفا لا نفهم مغزاه. إذن لماذا؟ هل هذا التصرف كان وفق خطة حكيمة أو لم تكن وفق خطة حكيمة؟ أتصور أن هذا الموضوع موضوع لا بأس إذا أخذنا قسما من الوقت في عرضه بمقدار ما نفهم بطبيعة الحال. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله انصرف إلى تغسيل وتكفين ودفن رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة يعينون الخليفة، والإمام وصلت إليه الأخبار بأن الناس قد تجمعوا لتعيين الخليفة، ولكن الإمام ما حرك ساكنا إنما بقي متشاغلا برسول الله 3 أيام، لأن الصحابة كانوا يأتون ويصلون على النبي، على جثمان النبي، جماعات جماعات وينصرفون. الإمام لم يذهب إلى السقيفة ليحتج، ثم بعد ذلك جلس في البيت يجمع القرآن. بعد ذلك جاء جماعة من الصحابة أحرقوا باب دار الإمام وعصروا فاطمة الزهراء بين الحائط والباب حتى أسقطوا محسنا، ثم دخلوا في دار الإمام. الإمام وقف أمامهم، لأن دار الإمام كانت عبارة عن غرفة واحدة، غرفة من الغرف التي بناها النبي حول مسجده، وكان الإمام لابسا سيفه، لم يكن السيف بعيدا عنه، إنما كان متقلدا سيفه. سحب الإمام بحمائل سيفه بنفس الحبل الذي كان السيف متعلقا به، سحب الإمام والإمام لم يقل شيء. جاءوا بالإمام أوقفوه أمام أبي بكر، وعمر شهر السيف فوق رأس الإمام، يا علي بايع وإلا ضربنا الذي فيها عيناك، والإمام ساكت ولا يتكلم. أذكر لكم بالمناسبة أنه عندما كانوا يسحبون الإمام، الإمام لم يكن شخصا عاديا، مواقف الإمام في أيام رسول الله كانت قد ملأت العموم، لأن مواقف الإمام كانت مواقف خالدة ومشرفة من جميع الجهات وملفتة للأنظار، فكان الإمام يستقطب الرأي العام، كل الأحاديث تدور حول الإمام في كل الندوات. أنتم تعلمون في السابق في ليالي السمر وفي ليالي السهر كانوا دائما يجلسون ويتحدثون عن البطولات، فلما برزت شخصية الإمام أمير المؤمنين على المسرح الحربي كانت الندوات كلها تتحدث بأعمال الإمام وبضربات الإمام وتصرفاته في الحروب والمعارك. هذا الإمام كان صوته وكانت أنباء معاركه منتشرة قد ملأت العيون والآذان، ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا ننظر إلى علي في أيام رسول الله كما ننظر إلى النجم، لأنه كنا نراه فوق الفوق، فوق كل حساب، لأن الإمام ما وقف أمامه
أصلب الفرسان إلا وفرعهم بكل سهولة، وكأن كل الأبطال أمامه لا شيء، فما كان هنالك بطل رهيب إلا والإمام يبرز إليه ثم لا يرجع إلا منتصرا. مثل هذا الإنسان الذي ليس له حد، ما وقف أمام بطل فانهزم أو فانكسر أو لم يستطع القضاء عليه. هذا الإنسان الذي كلما دخل في محاولة نجح فيها، هذا الإنسان يصبح رهيبا مع الأيام، لأن الناس لا يعرفون له حد، لا يعلمون أين حدود شخصيته. هذا الإمام أمير المؤمنين الآن يسحبه مجموعة من الناس العاديين بحمائل سيفه. كان هنالك عدد من الصحابة لا زالوا مع الإمام أمير المؤمنين، منهم الزبير ابن العوام. الزبير كان مع الإمام، وكان الزبير شاهرا سيفه، يشجع الإمام ويستأذن الإمام على القتال، وهو يقول: يا علي، بنت رسول الله تهتك ونحن سكوت، ائذن لي في القتال. والإمام يقول: لا. سلمان الفارسي كان جالسا على الرصيف ينظر، جاء إليه رجل: يا سلمان، أنت من صحابة رسول الله ومن أصدقاء الإمام أمير المؤمنين ومن شيعة الإمام أمير المؤمنين، الآن هو يسحب وأنت جالس تتفرج. قال سلمان: ما أنا وذا، ما أنا والإمام علي، ماذا أعمل له؟ إنه هو الذي لا يريد، وطالما لا يريد هو فإن إرادتي لا تنفع شيئا، ولا أستطيع أن أغير أو أحرك ساكنا. قال سلمان: ما أنا وذا، ولو أشار إلى ذه لم طبقت على ذه. لو أن الإمام يشير إلى السماء تنطبع على الأرض، لكنه هو ساكت وهو لا يحرك ساكنا، فإذا ماذا أعمل أنا طالما هو لا يريد؟ الناس في مثل هذه الحالة قد اجتمعوا على جانبي الطريق يتفرجون عماذا سيسفر مثل هذا الموقف. أكبر صحابة الرسول وأشجعه الآن يسحبه جماعة لفرض البيعة عليه بالكره وبالقوة، وهو الآن يسحب معهم. هذا موقف متفجر عادة وحامل بكل التوقعات والاحتمالات، يحتمل أن يسفر عن أي شيء. الناس واقفون على جانب الطريق يتفرجون، بينهم يهودي من يهود المدينة. هذا اليهودي عندما نظر إلى علي يسحب بمثل هذا الشكل وهو ساكت، صاح بدون اختيار: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعض الموجودين إلى جانبه قالوا: يا يهودي، إنك رأيت رسول الله، رأيت القرآن يتنزل، رأيت المعجزات تترى، ولم تسلم، الآن تسلم؟ قال: نعم، لأنني كنت أفسر كل ما أرى، كنت أعتبر النبي ساحرا يعمل المعجزات في نظركم، وهي ليست بمعجزات، ربما كنت أفسرها بهذا الشكل، كنت أفسر القرآن بأن محمد أقوى وأفصح العرب فيأتي بكلام يعجز عنه الآخرون، فلذلك كنت أستطيع تفسيره بمثل هذا الشكل، كنت أفسر كل شيء، كنت أفسر محمدا برجل طامح في الملك يتستر بالدين، وكل شيء كان في احتماله واردا. أما هذا الذي أراه الآن فهو لا يقبل أي تفسير أو تأويل، لأنني رأيت هذا الرجل يعني عليا عندما قلع باب خيبر وكان يزأر كالأسد ولا يقترب منه فارس إلا ويسرع، وأراه اليوم يسحبه هؤلاء الناس وهو ساكت لا يتحرك ولا يحرك ساكنا، فعلمت أن هنالك حقا يقول لهذا يوم ذاك انطلق، ويقول له هذا اليوم اسكت، وهو يأتمر بذلك الحق. الحق عندما يقول له انطلق ينطلق، وعندما الحق يقول له اسكت يسكت ويسحب كما يشاء هؤلاء. هذا الرجل الذي أراه اليوم بمثل هذا الهدوء وبمثل هذا الخنوع الظاهري رأيته قبل أيام أو قبل عدة سنوات، لأن الفاصل بين فتح خيبر وبين وفاة الرسول 3 سنوات تقريبا. رأيته، هذا الرجل لم يتغير،
ولم يتغير أي شيء من حوله، فإذن هنالك سر وواقع وحقيقة، وليس مجرد سحر أو رجل فصيح يأتي بكلام يعجز عنه الآخرون، فعلمت أن هنالك حقا. هكذا الإمام أمير المؤمنين سحر وسكت، لكن أمام معاوية صار تلك الثورة العارمة. لماذا؟ أولا، عندما نريد أن ندرس سبب سكوت الإمام يلزم أن ندرس الواقع التاريخي، واقع المجتمع يوم سكت الإمام. بطبيعة الحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما آمن به إلا قسم من أهل المدينة بعد الهجرة وقبل وفاته. المسلمون قبل وفاة الرسول لم يكونوا كل أهل المدينة، إنما كانوا أكثر أهل المدينة، وحتى وفاة الرسول كانت المدينة 7,000 وكذا من اليهود لم يسلموا، والرسول لم يخرجهم من المدينة لأسباب أيضا، وإنما اكتفى بأخذ الجزية منهم فقط، وهو ضريبة الدم تقريبا، أو مقابل ضريبة الدم أو مقابل الزكاة. على أي حال الرسول لم يجبرهم على الإسلام، ولم يسفرهم، ولم يهجرهم من المدينة المنورة، فكان في داخل المدينة 7,000 وكذا يهودي. هذا بالنسبة إلى الوضع الداخلي. ثم بالنسبة إلى بقية الموجودين في المدينة الذين كانوا قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، هؤلاء أكثرهم كانوا موتورين شخصيا من الإمام أمير المؤمنين، لأن كثيرين من أقربائهم كانوا قد قتلوا بسيف الإمام أمير المؤمنين مباشرة. مثلا معاوية كتب كتابا إلى الإمام أمير المؤمنين وهو يرفض عزل الإمام له من إمارة الشام، فالإمام كتب له جوابا، في جوابه يقول الإمام: اترك الشام، وإلا ضربتك بسيفي الذي ضربت به عمك وخالك وأخاك. فمثلا معاوية وحده كان موتورا من قبل الإمام بثلاث ثارات، هذا كان من الموجودين. مثلا غالب الموجودين في المدينة المنورة وفي مكة أيضا كانوا موتورين شخصيا بسيف الإمام أمير المؤمنين، لأن الإمام كان قد قتل الكثيرين من أقربائه، فلذلك ما كانوا يقبلون بالإمام خليفة لرسول الله، والخليفة معناه نسخة طبق الأصل من الرسول، والرسول لا يناقش، الرسول يسأل ولكنه لا يناقش في أي شيء ولا يأتمر بأمر أي إنسان. القرآن يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالرسول هو الذي يسأل عن أي شيء: لماذا يا رسول الله تأمرنا بهذا؟ يسأل سؤال، ولكن لا يقال له لا مطلقا. فالرسول حكمه حكم الله، وخليفة الرسول حكمه حكم الله، كما أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كذلك الرسول وكذلك الخليفة، خليفة الرسول. الآن هذه السلطة المطلقة تأتي إلى رجل الناس موتورون منه، فبطبيعة الحال الناس يكرهون أن يخضعوا لهذا الإنسان الذي قتل الكثيرين منهم، وإن كان قد قتل الكثيرين في سبيل الإسلام، وإن كان الإسلام يجب ما قبله، وإن كان الرسول حاول كثيرا لتخفيف التوترات، لكن الضغائن تبقى في القلوب، ولا يمكن أن تغسل القلوب بكل سهولة. رجل صار له قبل وفاة الرسول 6 أشهر دخل في الإسلام، الآن يكون قلبه نظيفا لا يحقد على من قتل أباه أو أخاه أو عمه أو خاله، لا يمكن أن يكون. فالكثيرون من المسلمين كانوا موتورين من الإمام، هذه ناحية ثانية. ثم ناحية ثالثة، الإمام أمير المؤمنين كان عمره يوم وفاة الرسول
لثلاثون عاما فقط، أي كان شابا. وكان في الصحابة العدد الكثير من كبار السن أو من الكبار في السن، من الذين أعمارهم فوق 80 أو فوق 70 أو بعضهم فوق 90 أو كذا. فكيف اليوم جميعا يأتون إلى هذا الشاب ويقولون له السلام عليك يا أمير المؤمنين، مرنا بأمرك. هذه ناحية ثالثة. الناحية الرابعة أن رسول الله عندما فتح مكة دخل الناس الموجودون في مكة في الإسلام، لأنه لم يجدوا مهربا من الإسلام، وجدوا أن الإسلام قد سيطر، والناس غالبا يتبعون القوة الحاكمة أو القوة المسيطرة. فوجدوا أن رسول الله أصبح القوة المفروضة الذي لا يمكن التفكير في القضاء عليها. فوجدوا أنه طالما الرسول أصبح بدرجة من القوة لا يمكن القضاء عليه، فإذن يلزم مجاراته، ومجاراته أفضل من مخاصمته. لذلك دخلوا حسب تعبير القرآن، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عام الفتح يسمى أيضا عام القبائل أو عام الوفود، لأن كل قبيلة في أي مكان من جزيرة العرب كانت تأتي إلى الرسول تعلن إسلامها وترجع. لماذا؟ لأن كبير العشيرة أو رئيس القبيلة كان يفكر أن رسول الله قوة لا يمكن مخاصمتها، إذن لو كنا معه فأفضل من أن نكون عليه، لو كان معنا أفضل من أن يكون علينا. على أساس هذا التفكير دخلوا في الإسلام. فلما سمعوا أن رسول الله توفي قالوا قد بطل سحر محمد، فلنرجع إلى أصنامنا. وبالفعل ارتد الكثيرون منهم، ارتدت كثير من القبائل التي كانت حول المدينة. طيب، داخل المدينة الجو غير صاف للإمام علي، 7000 وكذا من اليهود، واليهود حاقدون على الإسلام وعلى الإمام أمير المؤمنين بشكل خاص، لأنه قتل كبارهم في فتح خيبر. فاليهود ضد الإمام وضد الإسلام ككل. الذين هم داخل المدينة مجموعة من الموتورين ومن غير الموتورين، ومجموعة من الذين لا يروق لهم الخضوع للإمام أمير المؤمنين. خارج المدينة قبائل ارتدت على الإسلام عندما سمعت بأن رسول الله قد توفي. في هذه الحالة الحاقدون والمنافقون والذين لا يروق لهم الخضوع للإمام أمير المؤمنين تجمعوا في سقيفة بني ساعدة وأرادوا تعيين خليفة غير الإمام أمير المؤمنين. الآن الإمام أمير المؤمنين يدرس الجو، فيجد أن الجو ليس معه. إذا أراد أن يثور يستطيع أن يثور، هو بنفسه يملك قوة جسدية تساعده على الاستمرار في القتال لفترة من الزمان، بالإضافة إلى أن حوله أيضا مجموعة من الناس سيشهرون السيف إذا وجدوه قد شهر سيفه. فالإمام يستطيع أن يقوم بحركة مضادة للحركة الجديدة، الإمام يستطيع ذلك. لكن الجبهة المعادية للإمام جبهة قوية لا تستسلم بساعة أو ساعتين، إنما تشتعل في مثل هذه الحالة حرب أهلية داخل المدينة، حرب الشوارع وحرب البيوت. وإذا اشتعلت حرب أهلية داخل المدينة، فاليهود المتربصون بالإسلام ككل موجودون في المدينة 7000 وكذا، هم يتحركون ضد الجانبين. وكما قلنا في اليوم الماضي كانت المسلمين أيضا مجموعة من الذين يريدون التحرك ضد الجانبين مع كأبي سفيان كما نقلنا بعض كلامه. والقبائل الموجودة خارج المدينة إذا وجدت أن الجو في المدينة المنورة أصبح جو معركة داخلية، جو حرب الشوارع، فإن القبائل التي ارتدت على الإسلام من الممكن أن تشن حربا لسحق المسلمين ككل داخل المدينة المنورة. هكذا وجد الإمام الجو، فوجد أنه إذا ثار من الممكن أن يمسح الإسلام عن خريطة الجزيرة.
أما إذا سكت فإن الإسلام يبقى، وإن كان الإسلام يبقى في غيره، الإسلام يبقى باعتبار غيره خليفة للمسلمين لا باعتباره هو خليفة للمسلمين. فلذلك جاء إليه العباس عم رسول الله لما عرف ما في السقيفة فماذا يدور في جو السقيفة وفي أذهان الناس، جاء إلى أمير المؤمنين وقال يا علي أمضي يدك أبايعك، فإن الناس إذا سمعوا أن عم رسول الله قد بايعك لا يختلف عليك اثنان، إذا علموا أنني قد بايعتك وأنا عم رسول الله فإن الناس لا يختلفون حولك بعد مبايعتي لك. لكن الإمام أمير المؤمنين كان يعلم مدى تأثير العباس على نفوس المسلمين، فلذلك وجد أن العباس لا يغير الجو الموجود حاليا، وأن العباس لا يستطيع التأثير، وإن كان يتصور أنه باعتباره عم رسول الله سيغير الجو. فلذلك قال له الإمام كلاما طويلا، وهذا الجواب جواب الإمام للعباس جواب إقناعي وليس كالجواب الذي قاله لأبي سفيان. قال الإمام للعباس كلاما طويلا من جملته ومجتنف ثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. قال الآن الجو ليس معي، وإن الذي بنة الزهراء عليها السلام وأخفى الإمام أمير المؤمنين قبرها في صباح اليوم الثاني عندما عرف الناس أن بنت رسول الله قد دفنت بدون علمهم وبدون اشتراكهم في تشييعها والصلاة عليها، جاءوا إلى مقبرة كان الإمام أمير المؤمنين قد عمل فيها 40 صورة قبر حتى يكفي قبر الزهراء، جاءوا إلى البقيع فوجدوا أن هنالك صورة 40 قبرا، فقالوا طيب خليفة رسول الله معنا ولذلك من حقنا أن ننبش قبر الزهراء ونخرج جسدها للصلاة عليها. فجاء الإمام أمير المؤمنين وقد تعصب بعصابته الصفراء التي كان يتعصب بها في الحروب ومعه السيف، جاء إليهم وقال ماذا تريدون؟ قالوا يا علي إن رسول الله توفي ولم يخلف لنا إلا بنتا واحدة وهي تموت وتدفن ولا يحضر جنازتها ولا الصلاة عليها خليفة رسول الله، لا والله حتى ننبش قبرها ونخرج جسدها لمصلي عليها. الإمام عندما وجد ذلك قال أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس. انظروا إلى كلام الإمام، الإمام وهو يفسر موقفه هو يوم سحبوه من البيت إلى المسجد لفرض البيعة عليه، يقول لا يغرنكم موقفي ذاك، لا تتصوروا أنني أسكت حتى الأبد، لا، ذلك اليوم كان الحساب حساب آخر، ذلك اليوم سكت لأنني وجدت إن أقوم بثورة مضادة فإن الإسلام يزال ككل، لذلك سكت ذلك اليوم وتحملت كل شيء، أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس، وأما قبر فاطمة فلا ينبش، اعلموا أن قبر فاطمة لا ينبش. جاء إليها رجل وقال يا علي والله لننبشن قبرها ولنخرجنها. الإمام أخذ بتلابيبه وضرب به الأرض وقال أنت يا ابن كذا، فجاء الخليفة وجعل يتوسل لإنقاذ هذا الإنسان من يد الإمام أمير المؤمنين. الإمام هاب في مثل هذا الموقف عندما منع من نبش قبر الزهراء، رغم أن قبر الزهراء لم يكن معلوما أنه كان من بين تلك القبور، لأن الإمام في 3 أماكن عمل صور قبور من جملتها في البقيع، وفي البقيع عمل 40 صورة قبر، وليس من المعروف أن فاطمة الزهراء في البقيع أو ليس في البقيع أو دفنت في بيتها أو أرسل جثمانها إلى خارج المدينة مطلقة. لكن الإمام عندما أراد أن يمنع من نبش أي قبر من هذه القبور التي عملها هو، وقف مثل هذا الموقف ووجد الموجودون أن الإمام جاد يفعل ما يقول، فلذلك رجعوا دون أن ينبشوا أي قبر من القبور. طيب،
هذا الإمام في مثل هذا الموقف فسر موقفه ذاك، قال إنني برؤيتي للأمور كنت أرى أنني لو أثور فإن الإسلام برمته يزول، ولذلك سكت. عندما نقيس الأمر بهذا المقياس، الإسلام كله في كفة وخلافة الإمام علي في كفة أخرى، فالإمام لو كان طالب الرئاسة طالبا للخلافة فإنه قد يرجح مصلحته الشخصية على الإسلام ككل، لكن الإمام هو الإنسان الذي ضحى طول عمره في سبيل الإسلام، فلذلك لا يغامر بالإسلام، يقول فليذهب حقي وليذهب حق فاطمة الزهراء معي، ولا يتحرك حرصا على بقاء الإسلام. إذن هنالك شيئان، الإسلام أولا ثم الاعتبارات الأخرى دائما. فإذا وجدنا أن الإسلام أصبح معرضا للخطر فإن الأئمة الطاهرين يثورون مهما كلفتهم الثورة، أما إذا لم يكن الإسلام في خطر وكان أي شيء آخر في خطر فإنهم لا يثورون، لأن الأمور الثانية قابلة للتعديل ولو للتعديل الفكري، أما إذا زال الإسلام ككل فإنه لا يمكن أن يعود الإسلام إلى الحياة مرة أخرى. أذكر كدليل على ذلك، بعد أن صيرت الخلافة إلى أبي بكر، أبي بكر صادر خدك من فاطمة الزهراء وصادر الخمس من الإمام علي، لأن الخمس بعد رسول الله كان يأتي إلى قريب النبي وأقرب الناس إلى النبي، والإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنات. القرآن يقول اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، الرسول طالما موجود فإرثه يصل إلى ذي القربى، حصة الله أيضا كانت للرسول فتصل أيضا إلى ذي القربى. فلذلك صادروا فدك وصادروا الخمس وصادروا سوق عكاظ، سوق عكاظ كان ملكا للعباس، لكنهم فكروا في إفقار أهل البيت حتى لا تكون الأموال بأيدي أهل البيت، صادروا سوق عكاظ لأن العباس عم الإمام علي، فلذلك يلزم أن يكون العباس فقيرا، وصادروا الخمس حتى لا تصل الأموال إلى الإمام علي، وكذلك صادروا فدكا حتى لا تكون الأموال بأيدي فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء ذهبت إلى المسجد وناقشت الخليفة حتى أفحمته، ولكن الخليفة تخلص منها بشكل لبق. رجعت فاطمة الزهراء إلى البيت فوجدت الإمام أمير المؤمنين جالسا في زاوية من البيت وهو لا يحرك ساكنا كما لم يحرك ساكنا عندما أخذ إلى المسجد، فجعلت تخاطب الإمام بلهجة شديدة جدا لم تؤخذ من فاطمة الزهراء أن خاطبت الإمام أمير المؤمنين بمثل هذا الخطاب في أي موقف من المواقف. أولا ما قالت له يا أبا الحسن أو يا أمير المؤمنين أو حتى ما قالت له يا علي، قالت له يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، جلست كما يجلس الطفل في بطن أمه وجلست كما يجلس المتهم في زاوية بيته، يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخاتك ريش الأعزل، يعني إنك تركت قائمة السيف حتى أن ريش الأعزل الذي لا يملك الريش ليس له ريش، حتى هذا خاتك وخانك، افترشت التراب وافترسك الذئاب، جلست على التراب حتى الذئاب تفترسك. جعلت تقول له كلمات من هذا النوع. الإمام أمير المؤمنين بماذا أجابها؟ قال لها نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية العترة، فإن كنت تريدين البلغة، إذا تريدين الرزق في الحياة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون. كلمات من هذا النوع، لكن بقيت فاطمة الزهراء سائرة، فأخذ الإمام سيفه
وقال لها: لأنعمنك عينا إذا كنت تريدين أن أخرج لآخذ فدك من هؤلاء بالسيف فإنني أخرج. في هذه الحال المؤذن يؤذن، وإذا بالمؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. فالتفت الإمام إلى فاطمة الزهراء قال لها: إذا كنت تريدين أن ارجع إليك فدك بالسيف فإنني سأخرج، ولكن اسم أباك لا يرفع على المآذن. إذا كنت تريدين ذلك أنا أستطيع، ولكن هذا الاسم سيمحى. فلما علمت فاطمة الزهراء ذلك قالت: لا، لا أريد فدك ولا أي شيء آخر. إذن هذا كان الحساب، الحساب أن الإسلام ككل في كفة وبقية حقوق أهل البيت في كفة، فأيهما أفضل وأيهما أولى بالمراعاة، الإسلام أو حقوق أهل البيت؟ بطبيعة الحال الإسلام أولى بالمراعاة، لذلك سكت الإمام أمير المؤمنين. أما في يوم معاوية فلم يكن الإسلام في خطر، كان الإسلام قد انتشر وقد سيطر، فلذلك الإمام عندما أصبح خليفة للمسلمين بعد مقتل عثمان أشار عليه بعض الناس أن يترك حكم الشام في يد معاوية. قال الإمام: لا، هذا لا يكون، لأن معاوية ظالم، ولأن ثقلة لو عثرت على جسر بالشام فخدشت سألن الله هل لا سويت، لو أن جسر لم يكن مسوى، كان هذا الجسر غير سليم، فعبرت سخلة فسقطت وخدشت ولم تمت ولم تتكسر، وإنما خدشت السخلة. الله يقول لي: يا علي، لماذا لم تسوي ذلك الجسر حتى خدشت تلك السخلة؟ فإذن لا يمكن أن أرضى بمعاوية الحكم ولو لفترة من الزمان، يجب علي أن أغيره بالمقدار الممكن. ولذلك خرج الإمام وأخرج معه جيش لحرب معاوية. إن لم ينتصر بالفعل على معاوية فقد برر الواقع، أي إن أعمال معاوية لم تحسب بعد ذلك على الإمام أمير المؤمنين. لو أن الإمام أمير المؤمنين كان يترك معاوية على ما هو عليه ويقرر ولاية معاوية، أي يعتبر معاوية واليا من عنده على أهل الشام، فإن الإمام أمير المؤمنين سيتحمل كل تبعات معاوية، لأن الإمام خليفة وقد رضي بهذا الوالي الذي قتل النفس البريئة وصادر الأموال التي هي لأصحابها بدون حق، وأذن بقسم من المنكرات، لأن معاوية أول من جعل الضرائب على الخمور التي كان يؤتى بها سابقا سرا من الروم إلى الشام. فإذا كان الإمام أمير المؤمنين يرضى ببقاء معاوية في الحكم فإنه هو يتحمل كل تبعات معاوية، لأن معاوية كان في الحقيقة محافظا والإمام كان رئيس الدولة. فإذا الإمام وهو رئيس الدولة لا يعزل هذا المحافظ وهو يرتكب هذه الأشياء، فإن كل جرائم معاوية وتبعات معاوية كانت تحمل على الإمام أمير المؤمنين. لذلك كان المفروض على الإمام أن يعلن أنه لا يرضى ولا يقبل بهذا الشخص واليا من عنده على مدينة من المدن بأي شكل من الأشكال. فلذلك خرج الإمام. الآن بعد ذلك، بعد أن خرج الإمام وأعلن موقفه، الذين كانوا مع الإمام نجحوا أو فشلوا في القضاء على معاوية، هذا أمر لا يتعلق بالإمام تاريخيا ولا دينيا، هذا ليس المهم. المهم أن يبقى الإمام محتفظا بالمقاييس الدينية العليا حتى لا ترتبك المقاييس. وهكذا تماما بالنسبة إلى الإمام الحسين.